أهلا بكم. لا يزال الإعلام الغربي وبعد مرور أكثر من 75 عاما على القضاء على النازية يحاول أن يمحو ما خلفته من أفكار سوداوية. يا ترى كم من الوقت سيحتاج العرب لمحو أفكار الجزيرة الشيطانية التي ما فتئت تقتات على خطابات الكراهية والفتن، خطابات وإن استطاعت تمريرها فلا يتلقفها سوى ذوي المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يزال اعتناق هذا الخطاب من قبل مجموعة ضالة يتم تدويرها حتى هذه اللحظة في برامج الجزيرة ونشراتها، ظنا منها بأنهم طريقها إلى الحقيقة الكاملة. فزادت تكلفة شعار النازي جوزيف غوبلز اكذب ثم اكذب حتى تصدق، حتى وصلت فاتورة الكذب لدى قناة الجزيرة الحكومية ذروتها، متجاوزة بذلك فاتورة الحرب العالمية الثانية. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة والتي نسلط الضوء من خلالها على السياسات العدائية التي تنتهجها الجزيرة ضد مملكة البحرين. فلا نزال نسأل لماذا تواصل الجزيرة بكل إمكانياتها ضرب النسيج الوطني البحريني؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومخالفة صريحة للاتفاقيات التي وقعت عليها دولة القناة؟ أسئلة نطرحها على ضيوفنا الكرام، فابقوا معنا. تواصل قناة الجزيرة القطرية استهداف مملكة البحرين وضرب نسيجها الوطني من خلال مواد إعلامية مغرضة لا تمت للواقع بصلة. نتابع. التاريخ على امتداد سنواته لا يذكر من ماضي الجزيرة شيئا سوى التحريض الممنهج والتلفيق الفظ والتزييف الماكر. إنها قناة الجزيرة القطرية، تلك البؤرة التي اتجهت لها كل أصابع الاتهام بعدما سمي بالربيع العربي الذي حرضت عليه وأشعلت الفتن المذهبية والطائفية والعرقية، ثم جمعت قياداته على شاشاتها لتكون هي وكر الخراب الذي عاث بدول جواره فسادا وتخريبا. مملكة البحرين من الدول التي ضاقت درعا من ممارسات هذه القناة البعيدة عن المهنية، فقد خرجت القناة في مرات عديدة فاشلة لاتهام السلطات الرسمية وتحريض مفتعلي القلاقل، سعيا منها لزعزعة الأمن والاستقرار، بل ومحاولات شق الصف الاجتماعي من خلال موادها الإعلامية المغرضة التي بثتها لفترات طويلة ولا تزال. قناة الجزيرة القطرية، قناة الفتن والدمار، استضافت لمرات عديدة على شاشاتها مجموعات من قيادات الإرهاب وعدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين جاءت بهم من كل أصقاع الأرض، من باكستان وليبيا والعراق وسوريا والبحرين واليمن وغيرها، كأنما هي كعبة يطوف عليها أهل الفتن والتحريض الذي أدمى العالم العربي منذ عام 2011. لم تكتف القناة بذلك، بل عمدت إلى إنتاج ما سمته أفلاماً وثائقية مستندة إلى شهادات من أفراد وجماعات خارجين عن القانون، منفيين إلى الخارج، مطلوبين ومحكومين وفارين من العدالة، وأظهرتهم على أنهم الأبطال المظلومون في محاولات منها لافتعال الفوضى وخلق بؤر مستمرة للتخريب والتحريض. وما هذا النهج في القناة القطرية إلا انعكاسا لنهج وتوجهات المسؤولين عنها داخل الأراضي القطرية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب. أهلا بك سيد الكريم. كيف يتابع اليوم مجلس النواب ما يصدر عن قناة الجزيرة القطرية ضد مملكة البحرين، وهل من تحركات بهذا الشأن؟
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أمسي عليك أخوي العزيز أستاذ بسام وعلى الأخوة المشاهدين والمشاهدات تلفزيون البحرين. طبعا ردا على استفسارك في البداية أشير إلى أن السياسة العدائية لقناة الجزيرة ضد البحرين وضد الدول المنطقة بشكل عام ليست الجديدة وليست وليرة اللحظة، بل هو نهج من السياسة الإعلامية المتخطة في استهداف كافة الدول العربية ودول الخليج العربي على وجه الخصوص والتحديد. وهذه حملات اللسان المنهجة التي تعرض لها البحرين هو استكمال لسلسلة من حملات العديدة اللي شنتها قناة الجزيرة ليس اليوم وليس يعني لكن فترات طويلة، والتي هي مثابة معول هدم أمانة للبيت الخليجي بشكل عام. قناة الجزيرة تبادل الدوم في زيارة التفرقة بين الشعب الواحد، سعيا منها في زعزعة الاستقرار وزرع الفتن، وذلك الاستناد طبعا على معلومات دائما تكون مغلوطة ومقاطع مشوهة بسونية مقصودة وواضحة للجميع. فتفرقة للشعب الواحد شعب البحرين وشعب قطر هو شعب واحد كان تحت حكم الخليفي لردهم طويل من الزمن وكان ينعم بكل خيرات الدولة المتقدمة والمتحضرة وبخيرات الديمقراطية وبالرأي والرأي الآخر طبعا المسؤول. اليوم قناة الجزيرة تهدم كل هذه وتهدم كل ما بين الشعب الواحد. وما يخفي على حد طبعا أن قناة الجزيرة ازداد سعارها في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد المباحثات والتوافق الخليجي الذي أثمر طبعا عن اتفاقية العلا اللي كانت قبل فترة عدة شهور. الأمر هاي طبعا اتفاق العلا عمل على رأب الصدع الخليجي وعادة البيت الخليجي الواحد، الأمر اللي طبعا أنا أعتقد أنه هو شكل رعب لقناة الجزيرة وجعلها تخبط تهاجم، لأن هذه القناة شعرت هي ومن يوم أولها ومن يقوم عليها ومن يستضيفها أن أيامها معدودة إذا ارتاب إذا هذا الصدع تم رأبه وتم لم الشمل الخليجي. لذلك رأينا كل هذه الصراحات من هذه القناة وهذا ليس بجيد عليها، وخصوصا أن القناة القطرية ما زالت مستمرة في نهج الخبيث أمانة اللي بات مكشوف للجميع. الجميع يعرف طبعا ما تسعى وما تهدف له قناة الجزيرة عبر سياسة الكلب مكيالين بث الكذب المستمرة عن الأوضاع في البحرين، في حين طبعا بشكل واضح تغض الطرف بشكل صارخ وواضح ما يحصل في قطر أمانة وبالتحديد في سجن قطر المركزي من انتهاكات جزيمة بحق النزلاء، مع انعدام طبعا وجود هنا في طبعا في الدولة المستضيفة أي مجلس برلماني أو أي مجلس منتخب أو أي تمثيل للشعب، بينما نحن البحرين طبعا لها الحمد ننعم بتمثيل شعبي له سلطة الرغابة على الحكومة وعلى الأجهزة التنفيذية وحسب ما نص عليه دستور مملكتنا، الشعب مصدر جميع السلطات وهذا بشكل واضح للعيان، والبحرين تقوم تطبيقه على يعني أوسع نطاق. وما طبعا اليوم مقابلتك معي أخي العزيز إلا هو من هذا يعني وحرية الرأي المسموحة والمتاحة للجميع في البحرين. قناة الجزيرة أنا أعتقد شخصيا هي مدعومة من منظمات ووجهات نظر إرهابية ما زالت تتمادى وتتعنت في تدخلها السافر شؤون مملكة البحرين، تتعمد تحريض ثارة الفتنة بين أفراد شعب واحد بأغراض خبيثة طبعا الهدف منها الأول والأخير هو التفرقة، وتعمل طبعا كمعول هدم في الخليج العربي. نعم اليوم أنا أكد تفضل اليوم أنا أكد على ضرورة أن يتم وضع حل خليجي حاسم لهذه التصرفات لا مسؤولة من القناة التي دابت على بث السموم. طبعا دعم وجهات النظر الإرهابية شيء مجرم عالميا وعلى جميع المستويات، وهذه القضية طبعا في منهج المملكة البحرين يؤكد على كون قناة الجزيرة قناة مسيرة نحو سياسة تستهدف أمن واستقرار الخليج العربي وتسعى في تفريق لحمته، ولا تملك طبعا هذه القناة لا تنفذ هذه السياسة مدفوعة الثمن، وذلك بالنظر لتصرفاتها غير مدروسة وإعلامها غير المهني أمانة الذي وجه لاستهداف الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص. نعم شكرا لك سعادة السيد محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي السيد البابلي، أهلا بك سيدي الكريم. إلى أي مدى تشكل قناة الجزيرة تهديدا للأمن القومي العربي، والذي نجده حاضرا من خلال خطاب الجزيرة القطرية الموجه بشكل مكثف ضد مؤسسات الدولة المصرية؟ شكرا جزيلا على الاستضافة والتحدث إلى تلفزيون مملكة البحرين، وأعلق أولا على ما جاء في المقدمة
التي سبقت التحدث معي فهي مقدمة كانت شاملة، كانت في الحقيقة تروي المشهد كله، وإن كان لي بعض الملاحظات التي أود أن أسردها. أولا البحرين دولة قوية، قوية بنسجها الوطني المتكامل، ولا تستطيع قناة تلفزيونية أو أي وسيلة معادية أن تلعب في النسيج الوطني القوي لمملكة البحرين. قوة البحرين أساسا منبعها أنها دولة متعددة الثقافات، متعددة الأديان، متعددة الأجناس، شكلت نسيجا رائعا في مملكة يسودها الأمن والأمان والاستقرار. هذه واحدة. الشيء الآخر أن بالبحرين منذ عام 99 مشروعا إصلاحيا رائعا لتعزيز قيم المواطنة، الديمقراطية، مكانة المرأة، حقوق الإنسان. هذا المشروع الإصلاحي يبني مجتمعا مختلفا في المنطقة العربية، مجتمع أساسه الصدق، العمل، الإيمان، الولاء، الانتماء، احترام المواطنة. الشيء الثالث والذي ينبغي أن نتحدث عنه هو أن كل ما يحدث في البحرين وفي غيره من الدول العربية هو تبعات لما كان يعرف باسم الربيع العربي الزائف. هذا الربيع العربي في حقيقته لم يكن لا ربيعا ولا شتاء، وإنما كان مقصودا منه دمارا شاملا لكل المنطقة العربية، هدم ثوابتها، هدم معانيها، هدم قيمها، وضع هذه المنطقة بأكملها تحت وصايات لقوى أجنبية خارجية عن هذه المنطقة. عندما فشل هذا المشروع الرهيب، وعندما نجحت مصر في أن تعيد في أسرع وقت ممكن الاستقرار والأمان للدولة المصرية القوية، فإن ذلك انعكس بوضوح على بقية الدول العربية التي تمكنت في وقت قياسي من وقف عملية الانهيار التي كانت مخططة لفوضى لم تكن أبدا خلاقة في المنطقة العربية، وإنما كانت فوضى تستهدف القضاء على ما يسمى بالعروبة والإسلام مع العروبة في وقت واحد. كانوا يريدون منا أن نكون أمما تابعة. لما نجحت مصر ونجحت البحرين أيضا في تدعيم استقرارها بسرعة، ونجحت في أن تعيد الأمن والاستقرار لهذه المملكة الوديعة الهادئة، فإن ذلك أغضب الذين كانوا يدبرون لإحداث هذا التغيير المدمر في المنطقة العربية. من هنا جاء خطاب الفتنة والتحريض. هذا الخطاب الذي لم يشمل فقط البحرين ولكنه شمل أيضا مصر، محاولات كانت مستمرة ومستميتة لخلق واختلاق قضايا وهمية لإحداث انقسام في هذه المنطقة. أنا على ثقة من أن البلدين بشكل خاص في البحرين وفي مصر بما يضمان من نخب سياسية وثقافية متميزة وإعلامية أيضا لديهم القدرة على كشف كل هذه المخططات، لديهم القدرة على شرح وتحديد معاني الحقيقة وعرض كل المعلومات السليمة. القضية الأساسية التي نواجهها في عالمنا العربي كله وليس في البحرين ولا في مصر هي قضية ما يسمى بالنشطاء. ربنا بلانا بعد أحداث 2011 بنشطاء في كل المجالات، نشطاء في السياسة، نشطاء في الاقتصاد، نشطاء في الرياضة، في كل المجالات ظهر طائفة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لا يزيعون ولا يهدفون إلا إلى خلق فتن وبلبلة قائمة على نقص، هو قد لا تكون مقصودة ولكنها قائمة على نقص معلومات، على عدم وضوح للرؤية، على تلذذ أحيانا بنشر الأكاذيب. الطريق الوحيد لوعد كل محاولات الفتن دائما هو المصارحة والمكاشفة والثقة في القيادات الحاكمة التي تحاول قدر الإمكان
عبور هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة. هل يعقل في وقت بنواجه فيه كارثة إنسانية مثل فيروس الكورونا الذي لا نعلم من أين أتى وما هي نهايته وكيف ستكون عواقبه أن نحارب بعضنا البعض، أن نحاول هدم الأنظمة، أن نحاول هدم منجزاتنا في هذه الدول العربية؟ هل سيدي الكريم إذا سمحت لي، نعم إذا سمحت لي، يعني دولة هذه القناة تعلن دائما وتتعهد دائما بأنها يعني لن تتدخل في شؤون الدول الأخرى، لكن نجد بأن القناة ولا يمكن أبدا في أي حالة من الأحوال أن تفصل هذه القناة عن الدولة، لأنها جزء من يعني هيكل الإعلامي لهذه الدولة. تعلن دائما بأنها يعني سوف لن تتدخل وتتعهد بذلك، لكن نجد أن الجزيرة مستمرة بذلك. لا 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 يوجد قناة ستعلن أهدافها أبدا، كما أنه في السياسة لا يوجد من يعلن أهدافه على الإطلاق. السياسة مثل الإعلام لديهما لغة أحيانا تتحول إلى لغة المصالح بعيدا عن لغة الواقع والحقيقة. في قمة المملكة العربية السعودية في بداية هذا العام استبشرنا خيرا بأن القمة وضعت منهجية جديدة لحوكمة علاقات الدول الخليجية مستقبلا، وهي علاقات تقوم على أساس عدم المساس بسيادة هذه الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ما يحدث من الجزيرة منذ هذه القمة لم يختلف عن ذي قبل. قد يكون هناك تحولات في المواقف الرسمية للدول، ولكن لم يكن هناك أي تحول يذكر في قناة الجزيرة. استضافة عناصر معينة للفتنة، استضافة معارضين، استضافة مهيجين، تلوين الأخبار، الطرق على المشاكل المزمنة، محاولة إثارة البسطاء، التشكيك في القرارات التي تتخذها الدول، كل ذلك يمثل في حقيقته مساسا بالسيادة وتدخلا في الشؤون الداخلية للدول، ولا يمكن تبريره بأي شكل مهما كان الادعاء بأن ما يحدث هو إعلام مجرد. هذا ليس إعلام، هذا نوع من الدعاية التي وصفتموها في بداية حلقتكم بأنها تعود إلى الحرب العالمية الثانية، عندما كان ذلك ما يسمى بالإعلام. نعم. الذي يكسب بعض الحروب. نعم. بدون نعم أستاذ البابلي، نعم أستاذ البابلي أرجوك تفضل بالبقاء معي. وينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ سمير عطالله، أهلا بك سيد سمير. برأيك إلى أي مدى ساهمت قناة الجزيرة القطرية في تغذية الصراعات ونشر الفوضى في المنطقة؟ والله الناس الذين في مثل جيلي أو أقل قليلا تذكرهم الجزيرة بتلك المرحلة العبثية الهبائية التي عرفناها أيام صوت العرب، التي كانت صوت العرب آنذاك تغطي الأمة العربية برمتها من حيث الوصول، ولكن كانت تغطيها بشكل سيء وبالدس والحث على الفرقة والتدليل على سوء العلاقات بين دول عربية بدلا من أن تسعى إلى الوحدة التي تزعمها أو تدعيها. لما نرى من صوت العرب حتى الآن، حتى هذه اللحظة، لا يتذكر العالم العربي صوت العرب إلا ويتذكر معها الخراب والهباء والعرث والوقت الذي بددناه وأضعناه في تسكية النزاعات بين الأهل وبين بدل أن نمضي هذا الوقت في البناء والعمران وتمتين الأمة العربية والأمال العربية والعمل من أجل الوحدة العربية. بالعكس، كان صوت العرب، وهذا ما تفعله الجزيرة الآن، تبحث عن أي مكان فيه بناء أو أمل أو توح أو وحدة أو شعور أو مشترك أو أي شيء من هذا النوع لكي تنقض عليه
وتدمره وتدمر كل أمل بالأجيال الطالعة، بحيث تشابهت الأجيال الحالية بما عرفت من تجارب سيئة في الماضي. هذا الحقيقة هذا أسوأ ما حصل. كنا في العصر التلفزيوني التحريضي الفارغ، عفوا كنا في العصر الإذاعي التحريضي السيء الرديء، وانتقلنا مع التقدم في التكنولوجيا بدل أن نذهب إلى ما فيها من حسنات ومن مساعدة على تربية أجيالنا وتنشئتها، انتقلنا من العصر الإذاعي إلى العصر التلفزيوني، وإنما على أسوأ وأشد ضررا وأشد حالة مما عرفنا. نعم سيد سمير، أيضا يعني فيما يتعلق بخطاب الجزيرة، خطاب التحريضي هذا، يعني إلى متى سيستمر يعني بوجهة نظرك هذا الخطاب وما تقوم به قناة الجزيرة القطرية من يعني إحياء، إعادة إحياء وإنعاش ما يسمى بالربيع العربي والثورات في الوطن العربي، يعني التي يعني ألحقت دمارا كبيرا في يعني جميع مناحي الحياة في الدول العربية؟ والله أنا من الذين يأملون وكانوا يأملون منذ زمن وليس الآن بأن تتجه أن تغير قطر سياستها ودبلوماسيتها ضمن العالم العربي وضمن مجلس التعاون وضمن حتى على الصعيد العالمي، وتتجه إلى السياسات الهادئة والحكيمة وإقامة العلاقات الجيدة مع من هم أكثر من أخوة، ليسوا فقط يعني البحرين ليست مجرد جارة لقطر، هناك دول كثيرة يجمعها الجوار، ولكن هنا تجمعها العلاقات التاريخية، العلاقات الأخوية، تجمعها المصالح المباشرة، تجمعها مع البحرين ومع دول مجلس التعاون. يعني مئات العناصر الجوهرية في العلاقات المتبادلة بين الدول. لماذا تصر على مثل هذا العداء؟ لست أفهم. إنما أنا من الذين يعملون أننا في المنطقة في الإقليم نعبر الآن أو نحاول العبور إلى مرحلة من الهدوء، مرحلة من التعقل، وأن نريح شعوبنا من هذه الحالة المتوترة التي تسيطر على مشاعرهم وعلى أعمالهم وعلى مشاريعهم. يعني كل يوم لا نسمع إلا رسائل التحريض وأصوات التحريض والبحث عن أسباب الخلاف، خصوصا فيما يتعلق مثلا بدولة مثل مصر. ما هي مصلحة العرب في إزاء دولة كبرى مثل مصر؟ وماذا فعلت مصر للعرب لكي تقابل بهذه الترهات التي لا تؤدي إلى شيء سوى الضرر المجاني؟ نعم شكرا لك الأستاذ الكاتب الصحفي سمير عطا الله، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعود مجددا لضيفي الكريم من القاهرة الكاتب السيد البابلي. أستاذ البابلي، كيف ينبغي أن نتعامل مع هذه القناة والتصدي لخطابها المتطرف وإبعاده عن دولنا وشعوبنا؟ كما أقول، ليس لدينا في البحرين وليس لدينا في مصر ما نخشاه أو نخجل منه. التعامل مع هذه الجهات الإعلامية المشبوهة يواجه باللحمة الوطنية وبالإصرار على حماية المكتسبات المجتمعية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وتجاهل كل أعمال الصغار التي يراد بها التأثير في واقعنا وفي مجتمعاتنا. نحن دول حققنا الكثير من الإنجازات التي علينا أن نفخر بها، كما قلت مقدما
في البحرين هناك مشروع إصلاحي رائع ويمضي بخطوات ثابتة، يقوده ملك متفهم تماما لكل المتغيرات العالمية، يدعمه رئيس وزراء شاب مستنير يحاول تحريك الأمور والحفاظ على المكتسبات التي تحققت. وفي مصر ما حدث في خلال السنوات الأخيرة هو نوع من المعجزة، وعندما أقول المعجزة فليس في ذلك مبالغة. نحن نبني الجمهورية الجديدة في مصر، جمهورية تحقق أروع الإنجازات في ظل ظروف صعبة. إذا كان هناك هذا النوع من الإنجازات، هل هناك ما نخشاه بعد ذلك؟ لا يوجد ما نخشاه. إنني أدعو إلى التجاهل هذه القنوات المريضة، أدعو إلى الاستفاف الوطني، أدعو إلى أن ندرك أبعاد ما يراد بنا. شكرا لك الكاتب الصحفي السيد البابلي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. كما تنضم إلينا الكاتبة الصحفية منى المطوع، تنضم إلينا عبر سكايب. أستاذة منى، بعد التحية، كإعلامية كيف تصفين هذا الهجوم المستمر من قناة الجزيرة القطرية ضد مملكة البحرين في خطاب مضلل يستهدف ضرب النسيج الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العدائية الإعلامية اللي نشوفها من قناة الجزيرة ونظام قطر تجاه مملكة البحرين يعكس أن ليس هناك جدية في الالتزام بالمواثيق، سواء مواثيق الدولية، كون قطر دولة ذات سيادة ولها عضويتها في الأمم المتحدة، وأيضا عدم احترام منظومة دول مجلس التعاون، وعدم احترام منظومة جامعات الدول العربية. ما تقوم فيه قطر اليوم يعتبر خرق للسياسات الخارجية لدول مجلس التعاون، وأيضا عدم الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي. إذا بناخذها من منظار إعلامي، فقطر اليوم بقناة الجزيرة، بذراعها الإعلامي قناة الجزيرة، قامت باختراق وعدم احترام مواثيق الإعلام الدولية، ومنها ميثاق الإعلام العربي الذي قام نظام قطر بالتوقيع عليه بنفسه. هذه الانتهاكات في ميثاق الشرف الإعلامي العربي، المادة الأولى احترام خصوصيات المجتمع العربي، وهذا لم تقم فيه قطر، وأيضا في المادة الخامسة وهي احترام أو الحفاظ على التضامن العربي لكل ما يقدمه الإعلام العربي، سواء للرأي العام الداخلي أو الخارجي، ومنع نشر أو تداول أو عرض أو بث أو إذاعة ما يسيء لهذا التضامن العربي. وأيضا هنا نظام قطر بقناة الجزيرة قام باختراق هذا المبدأ، وأيضا في المادة التاسعة بتحري الدقة والصدق في أي مواد إعلامية يقدمها الإعلام العربي من تقارير وبيانات وإحصاءات، وتكون ترجع إلى مصادر موثوقة. وأنا أشدد هنا على ما تقوم بقناة الجزيرة عندما تهاجم مملكة البحرين، لا نرى أبداً أي مصادر موثوقة عندما تقدم أي مواد إعلامية تتعلق بمملكة البحرين، إنما نرى أنها تحولت إلى منصة للترويج الإعلاني لحراك الخلايا الإرهابية في المنطقة وأيضا في مملكة البحرين. نرى بأنها كأنها شركة علاقات عامة لتلميع صور هؤلاء الإرهابيين على مستوى المنطقة وتأديب الرأي العام العربي والدولي ضد مملكة البحرين، وتشويه سمعة مملكة البحرين الإعلامية والحقوقية وأيضا الأمنية على مستوى المجتمع الدولي. أنا يعني نبي نفند رأيين يطلع من نظام قطر نفسه عندما يدعي بأن قناة الجزيرة قناة محايدة، لا يعني قناة مستقلة ولا تتبع نظام قطر. وهنا نقول إذا كان هذه حقيقة، فهل هناك مشكلة بين قناة الجزيرة في عدم الاعتراف بدولة قطر مثلا؟ هل دولة قطر مدينة فاضلة؟ لماذا لا تتطرق لمسائل الحريات وحقوق الإنسان في قطر؟ لماذا لا نرى أي تداول عن وضع السجون في دولة قطر؟
بل نرى أن هناك حرب إعلامية شرسة جدا تجاه مملكة البحرين، مواد إعلامية تقريبا أكثر من 4330 مادة منذ 14 فبراير 2011 تجاه مملكة البحرين. هناك أكثر من 430 مادة منذ مقاطعة المقاطعة الخليجية والعربية ضد نظام قطر. كل هذه المواد تتطرق دائما للشأن الداخلي المملكة البحرين، بث الأكاذيب والإدعاءات. فإذا كانت هذه القناة قناة الجزيرة لا تتبع نظام قطر، فلماذا قناة الجزيرة لا تتناول الشأن الداخلي لقطر؟ لماذا لا تتناول وضع السجون كما تقوم بمملكة البحرين، التفنيد الثاني، إذ كانت تتبع نظام قطر؟ فأين الالتزام باتفاقية العلا وباتفاقيات منظمة دول مجلس التعاون؟ وأيضا هناك قضية بالأصل على هذه القناة لدى القضاء البحريني، حيث تم ضبط خلية إرهابية وباعترافاتها بأن تثبت بتورط قناة الجزيرة وتورط نظام قطر في دعم هذه الخلايا الإرهابية من 2011. كل هذا سيدة منى، عفوا تفضلي أرجوك بالبقاء معي، أعود لك بعد قليل، حيث ينضم إلي من المملكة العربية السعودية السيد عبد الله العالمي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك في هذا البرنامج الخاص سيد عبد الله. تقوم الوحدة الخليجية على قيم مشتركة في مواجهة مختلف التحديات، وأيضا تتفق الشعوب الخليجية على أن وحدتها خطا أحمرا يعني تجاوزته الجزيرة من خلال تدخلها ومن خلال خطابها المعادي. ألا يعتبر ذلك تهديدا للوحدة الخليجية سيد عبد الله؟ مساء الخير. طبعا كما تفضلت، بالنسبة لي الوحدة الخليجية يعني احنا لا ننسى اتفاق العلا في المملكة العربية السعودية، وكان مناسبة جيدة لإنهاء المقاطعة مع قطر، ولكن للأسف الشديد لا قطر ولا قناة الجزيرة يعني أعلنت صراحة أنها ستتخلى عن سياستها ودورها العدائي في المنطقة، سواء اتجاه البحرين الشقيقة أو اتجاه أي عامل آخر له علاقة بوحدة وتعايش وألفة شعوب مجلس التعاون الخليجي. يعني أنا أتذكر في محنة الصيادين البحرينيين مؤخرا أيضا لم تبدي قطر أي نية حسنة كما أبدت البحرين الشقيقة، بل أن قناة الجزيرة القطرية يعني ما زالت إلى اليوم تشن حملتها العدوانية للأسف مشبوهة ضد مملكة البحرين الشقيقة، وهذا طبعا يعني أكاذيب مفضوحة، ادعاءات مضللة تسعى إلى شيء واحد أستاذ، هي تسعى لتشويه الأوضاع في البحرين والتحريض على البحرين. فهذا طبعا الأمور لا تنطلي علينا، لا تنطلي على شعوب مجلس التعاون الخليجي أو حتى على الشعوب العربية. نعم، دعني أقتبس هنا يعني تصريح للإعلام السعودي عبد الرحمن الراشد، والذي وصف قناة الجزيرة بقناة الحشد والتعبئة. يعني هل تتفق مع هذا الرأي، وما هو نوع التحشيد المقصود هنا؟ طبعا إذا لم أتفق مع رأي الأستاذ عبد الرحمن الراشد صديق العزيز، فبرأي من يعني أتفق؟ يعني إذا سمحت لي، هذا نفس الرأي مكرر في حقائق تاريخية دامغة، أين هذه؟ كانت موجودة في الأرشيف البريطاني في المكتبة الملكية البريطانية. المكتبة تتحدث بإسهاب وبصراحة عن الأطماع القطرية في المنطقة. هذه الأرشيف البريطاني هذه جهة محايدة، هذه ليست تلفزيون البحرين أو جريدة الشرق الأوسط أو غيرها. فإذا كانت هذه الوسيلة الإعلامية التي لها من السمعة والشهرة والاستقلالية تقول هذا، فما بالك بالأمور الأخرى؟ فما بالك بالأمور الأخرى؟ التجييش الجيش الإلكتروني طبعا يشرف عليه الجهاز الأمني القطري، هذا تجييش غير معقول، يعني به من العفو على اللفظ من السباب والشتائم وبذيء الألفاظ،
اتجاه مملكة البحرين الشقيقة واتجاه حكومة البحرين الشقيقة. هذا يدلك على شيء واحد، أن هذه القناة هي قناة عاجزة وفاشلة للأسف الشديد أقول هذا. وحتى الأكاديميين القطريين عندما يتحدثون يعني في هذه القناة أو يكتبون، يعني نفاجأ أن أسلوبهم في التعامل مع الشأن البحريني القطري يحمل نفس الدمغة القطرية السياسية الرسمية. كيف يعني تحفل فيها بذيء الألفاظ عفوا، وتحمل يعني من البذاءة غير شيء، غير عقلاني وغير مؤدب. لا يجادلنا بالتي هي أحسن، الخطاب لا يجادلنا بتاتا بالتي هي أحسن، ولكن عبارة عن أحاديث يعني لا ليس فيها أي عقلانية بتاتا. ولا يتغير هذا الأمر للأسف كما ذكرت، حتى بعد يعني اتفاق العلا في المملكة العربية السعودية ما زالت للأسف الشديد قطر لها نوايا معينة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وحكومة البحرين الشقيقة والشعب البحريني. لا نعلم لماذا التجيش هذا ليس له داعي بتاتا. نعم، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد الله العالمي، شكرا جزيلا لك. أعود مجددا للكاتبة الصحفية الأستاذة منى المطوع. إذن سيدة منى، كيف تصفين ما تقوم به قناة الجزيرة عبر قيامها بصناعة أخبار وبرامج من الصفر تستهدف الملف الحقوقي لمملكة البحرين؟ طبعا بلا شك بأن قناة الجزيرة لا تسير وفق القواعد الإعلامية المعروفة في تحري الحقيقة وفي المصداقية وفي الشفافية، وأيضا في استعراض مختلف الآراء. بمعنى عندما تكون هناك قضية من المفترض أن تعرض آراء جميع الأطراف، سواء الأطراف الرسمية في الدولة أو الأطراف التي تخص أصحاب القضية نفسها والناشطين في المجتمع المدني. ما تقوم فيه قناة الجزيرة في هذا الشأن بعيد تماما عن المهنية الإعلامية، بعيد عن احترام مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة. هناك أيضا تجاوز حتى على ملف حقوق السجناء في مملكة البحرين، هناك تحريف للحقيقة، وهذا يسيء إلى مسيرة الإعلام الخليجي ومسيرة الإعلام العربي. ما نراه اليوم من فبركة الحقائق ومن قلب المفاهيم يعد ترويج للفكر الإرهابي المتطرف ودعم لهذه الخلايا الإرهابية. نعتقد بأن قناة الجزيرة اليوم قد تحولت إلى منصة لتقوية الخطابات الكراهية والخطابات الطائفية والمتطرفة والعنصرية. أعتقد بأن هناك أيضا تجاوز لأعراف حقوق الإنسان، بالذات فيما يخص مملكة البحرين. هناك تشويه لهذه الصورة الإيجابية لمملكة البحرين في هذا المجال، والإنجازات اللي قامت فيها مملكة البحرين تحديدا في موضوع السجناء، وضع السجناء في مملكة البحرين، وأيضا تحرك مملكة البحرين الأخير نحو سياسة السجون المفتوحة، كلها تجاهلتها قناة الجزيرة. نراها عندما تقدم أي مادة إعلامية لا توجد مصادر موثوقة، وأنا أعتقد بأن هذه وصمة عار لمسيرة الإعلام العربي. اليوم قناة الجزيرة تسبب إرباك كبير في هذه المسيرة، لأن هناك يعني ضرب للأعراف الإعلامية وضرب أيضا للقوانين الموجودة، وأيضا اختراق لمبادئ الإعلام القائمة على المصداقية والموضوعية والشفافية. أيضا موضوع السجناء في مملكة البحرين، أنا مستغربة جدا يعني من تحريف حتى حقيقة وضع السجناء عندنا في مملكة البحرين، وتحديدا حتى في موضوع وفاة أحد السجناء عندنا في مملكة البحرين بسبب فيروس كورونا. وجدنا بأن هناك تحريف ومحاولة لتأليب المجتمع الدولي على مملكة البحرين، وأيضا تحريك الرأي العام العربي والخليجي لمهاجمة مملكة البحرين. وأيضا هناك مثل ما تفضل به الأخ تشويش حتى إلكتروني، جيوش إلكترونية مضللة تقوم ببث الأكاذيب عن مملكة البحرين، وهذا كلها اختراق للاتفاقيات التي قام نظام قطر بالتوقيع عليها.
نحن يعني نستنكر وندين بشدة حتى الهاشتاجات المنطلقة خلال هذا اليومين تجاه مملكة البحرين، واللي هي موجودة أصلا ترند في قطر وتهاجم مملكة البحرين. نعم. واعذروني على هالكلمة، فعلا هناك وضحت كمية الصورة. من نعم. نعم شكرا لك نعم شكرا لك يا الكاتبة الصحفية منى المطوع، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، شكرا لك. لم تبقى دولة أو شعب من الشعوب العربية إلا وطالته يد غدر الجزيرة القطرية، تجدهم هناك في الليل الدامس يحكون المؤامرات والدسائس لخلق الفوضى في المعمورة ليتلوها مقدموهم مع إشراقة اليوم وكأنها حقيقة دامقة، وما هي كذلك بل سولت لهم أنفسهم التجني والكذب وتزييف الحقائق. هذه هي قناة الحكومة القطرية، بوق الفتن وتشويه الصور يعييهم أن تكون الدول بأبهى الحلل، فلا كيان متطرفا ولا إرهابيا إلا ومدوا له يدهم وأغدقوا عليه الهبات وأموال الفداء. بث متواصل لفوضى وتشريع للخيانة وتعاون مع منظمات إرهابية، هذه هي واجهة الحكومة القطرية الإعلامية إن لم تكن تعرفها. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية هذا البرنامج الخاص، دمتم برعاية الله.